الياسمين وحصيلة قتلى قدرت بحوالي 338 شهيداً. ثورة وإن قدمت أبناء هذا الوطن فداء لترابها وفتحت الباب لغد أفضل، فإنها فتحت أيضاً أبواباً لم تغلق إلى الآن، باب للإرهاب وباب الغادرين الحاقدين، أبواب فتحت العنان لرصاصات غادرة وطعنات قاتلة في قلوب أمنيين قدموا حياتهم قرباناً لهذا العلم. ذاكرة الرصاص لن تنسى جلول العساوي، عريف أول قتل على يد إرهابي، حاتم الموفق برتبة محافظ عام طالته رصاصة غادرة، الرائد جمال العقر بوافته المنية بعد رصاصة اخترقت جسده. ومن لا يتذكر آخر شهداء الأمن، أنيس جلاسي الوكيل الأول بالحرس الوطني، ما زالت دموع عائلته لم تجف بعد في ذكرى أربعينيته. بس هذه خاطر عليه اسمه من نجم سنة قريه مرة أربع من الأسرار يقرأ، هو كان يقرأ في الجامعة وقته في الجامعة وصير يقرأ في الليسي، قال لي بابا ما تنزمش تو مش ولي كري ومش ولي خاطر يقرأ العام الأول والعام الأخر يكري ولا روح. وقت اللي جات هذه تخلل عمل المطلب وتخللها تقبل من جميع نواه، يكذب عليك ويقول لك تا دخولات ولا تبعت عليه مش ولا تخل بيقدم، هو من يقدم وتقبل فيها تقول اللي بتاعت يخدم وعم تاني هكي تشوف. بعودة خطر الخلايا النائمة للمجموعات الإرهابية على الحدود التونسية، استفاقت المؤسسة الأمنية وعائلة جلاسي على فاجعة استشهاد أنيس. مسرح الاشتباكات المسلحة لم تنكشف بعد خيوطها، وعائلة الفقيد طالبت بفتح تحقيق في الموضوع. تعيش وغديك لا حماية لا عندها حتى أي حاجة، أنا أي حاجة اللي هو عندهم تعليمات أو قالك شغل يضرب الفوق هنا فيه. هو دحم عليك، هو الساعة مش شغل يضرب الفوق، هذه حكاية هو دحم عليك ما فماش شغل وضرب الفوق ديريكت حش لوري ليه مش ومشي وقتل فيه، احنا طالبين باش يقتل تو بربي اللي مخليين هما العباد مشي تونس كلها، الشعب التونسي كله باهر وكله مثقف وكله واعي، يعني اما فما جل متاع مجرمين اللي تسيبت من الحبس هذوك اللي يخطفوا ويضربوا ويسرقوا مأيس، هو كان مأيس من الحياة وداحم على مركز متاع حرس، داحم شنو مركز الحرس عنده؟ يخدم في الناس يشغل في الناس هو يحمي فيك انت ويحمي في هذاك ويحمي في الناس كل، تجي تقول له لا بتاخذ تعليمات لما تشغل وتضرب الفوق وبعد ما ضرب هو الفوق وشغل وقعد كيل ودحم عليه بدل المسار. نحبوا فتح تحقيق جدي في وفاة أنيس كيفاش صارت، ماذا بينا من الأول للأخر مع زملائه، كيفاش خرج، كيفاش جاتهم تلقوا المعلومة، كيفاش خرجوا للجبل والناس اللي كانوا معاه، خاصة السيد من الجيش اللي كان معاه، الضابط اللي كان معاه. جنازة شهيد الواجب ستظل عالقة بذاكرة كل تونسي. موكب رسمي للجنازة حضره الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي، وزير الداخلية علي العريض، رئيس الأركان رشيد عمار، وآمر الحرس الوطني منتصر النكوحي. فأين غابوا هؤلاء المسؤولين 40 يوما بعد استشهاد أنيس؟ الإدارة نتاعهم من وقتها مشوا على رواحهم، لا كلمونا لا شهرية، من وقتها معناتها هذا شنو كان خدم ودافع غادي ولقى روحه هانو يخذف لساته، مشى هو مشى شهرين معاه، معناتها هذا اللي الحاكم باش يخدم، هو هذا الحاكم باش حاطينه يدافع على العباد، معناتها الناس تظل قاعدة وراقدة وهو ظل ملقي روحه على جالب، مات هو مشى شهرين نتاعه، معناتها كانوا يخلصوا فيه في جرنات. راتب دفن مع آخر ذرات تراب على قبر أنيس، ومستقبل عائلة ما زال يأمل في إنصاف القانون الأساسي لأعوان الأمن. أنا تطاو مني مات أنيس، لا شهرين متاعه قصها علينا خلاص، وأنا مريضة نمشي بالدواء، وأخواته الاثنين يقروا، أخوه الأخر بطال، معناتها وعدونا باش يخدموه تو ما خدمش، قاعد بطال، وباي هاكم تشوفوا الحاله اللي هو فيها، وحتى مشهري قصى على انه هو اللي كان هذاك يدينا هذاك السجين هذاك، معناته يحرم روحه على جالنا نحن، هو وصل لك البصه هذيك ضحى على خاطرنا نحن، كي شاف الحاله نتاعنا نحن على قده وما عدناش وصل هو قص على قرايته ومشى لك البصه هذيك ولقى السدر والكرتوش باش على جالنا نحن.
يتجاوز أعضاء تاع مجلس التأسيس، قالوا اقترحوا الاقتراح وهزوه للوزير تاع التربية. مبدئيا قال لكم فما تحويل وزاري ولا شنو، وقعد هيك وبعد ما نعرفوش عليهم اسمه يعني. وانا عندي كل في حكايه وعندي رجال اصحاب وزملاء هما هذاك اللي مش الموقف تاعي انا، بس لا نعرف مثلا العباد، لا نعرف اصحاب، عندي رجال اللي مش يحموه هو ويظهروا له حقه. كنت منتظر من الإدارة العامة نتاع الحرس الوطني أكثر من هكا برشا، خاطرهم بالنسبة لي أنا ما ريتهمش لا في موكب جنازة لا في الأربعينية، قاعد نشوف كان في الزملاء نتاعو هم الموجودين. صارت لنا برشا وعود، ما بالنسبة لي أنا ما شفت حتى شيء. وعدوني بالداخلية أول حاجة وهذه ننفوها، خاطر أول حاجة أمي ما حبتش، قالت لي قدمت شهيد واحد للوطن مانيش قادر باش نقدم زوج، وانا ما نجمش نحكسها في هذا. ثاني حاجه فما وعد بالتشغيل ان شاء الله اموا الواحد يكون قريب لعائلته، وعديني بالقايمين في معهد ابن عرفه بشبيكه، اموا الواحد يكون قريب ويحاول يعوض جزء بسيط من الشيء اللي كان يعمل فيه انيس. لكن لازم تعرفوا العباد اللي انيس دمه ما مشاش هدر، اللي أنيس عطاها الفرصة الأمني للكل باش ياخذ حقوقهم، وأول حقوق بتاعها هي نمدوا الحقوق العائلة هذية. أنا نذكر مسؤول أمني في إحدى القنوات التلفزية قال مصلحة العمل الاجتماعي باش تقوم بالواجب. أنا واجب مصلحة العمل الاجتماعي شنو قامت به؟ قاعد تكذب على العباد أنت، لأنه مصلحة العمل الاجتماعي دعات الأمني للكل باش يعملوا كوليكت لعائلة أنيس. هنا يلزمنا نحطوا ليكارت شوتابل ونصارحوا بعضنا، لا فما مصلحه عمل اجتماعي ولا فما حد شيء. مصلحه العمل الاجتماعي انت فلوس ليه ما قدمتها ليش من 2011 تو مستنى فيها؟ انا مصلحه عمل اجتماعي باش تقوم بالواجب. عندنا امنيين كل يوم، عندنا امنيين يطالب في كروسه باش يمشي لانه مقعد، وين مصلحه العمل الاجتماعي؟ دونك هذه اكذوبه ما عادش تنطلي بعد 14 جانفي. جميع الحقائق باش نمدوها، وجميع اللي يهم الامني باش نقولوه باش الناس تعرف حقيقة الواقع المري اللي يعيشه الأمني وتعيش الأسرة الأمنية، لأنه نحن من عامة الشعب، لأنه نحن من البروليتاريا بتاع الشعب هذايا مع الطبقة الكادحة والفقيرة، وراو باش ندافع على حقوقنا كما أفراد الشعب التونسي الكل بكرامتنا بقانون مش مزيه منهم. راك ظلمتنا وخذيت لنا حقوقنا. كلمات تعبر عن حنق وغضب من تنكر المؤسسة الأمنية لأبنائها. الشيء اللي يوجع في القلب والشيء اللي يبكي بلك الناس كل كانت تبكي هنا، اللي عاون الامن بصفه عامه، خاطر عاون الامن بصفه عامه حرس الشرطه ديوان، حتى الديوان انا نعتبرهم زملائنا. الشيء اللي في تونس معتبرينه عاون الامن درجه ثانيه. ابسط حاجه شهريته انيس نحاوها، علاش؟ كان جات دنيا كان جاوا هذوما اللي يحكموا فينا توا، خاصه سلطه الاشراف اللي بعد نحب نوجه لهم بيت شعر. أبسط حاجة يتم التغطية متاعه في صندوق قومي للضمان الاجتماعي. هو كي مات من أجل شكون مات؟ من أجل الوطن هذا ومن أجل العالم هذايا اللي قاعدين يخلصوا في الفاتورة. نحن كل الأمنيين بورقيبة مشاها فينا الوطن في سبيل الوطن في سبيل الوطن في سبيل الوطن، لكن نحن دفعنا الفاتورة ونحن القيام الساعة نخدموها البلاد هذه بدمنا، مش بالكلام، مش بالترهات كمان. وسامحوني راني تو باش نتكلم مع خاطر واحد باش ترشق، مش بالكلام الفارغ. نحن خدمناها بالدم بالغالي والنفيس، ضحينا عليها الدولة هذه. ولهذا أبسط الحاجات رعونا في ماتنا يا رسول الله، غطوه على الأقل تغطية اجتماعية، على الأقل أم وأبوه يستنفع بشهريته. توا أبوه وأمه شكون لهم؟ كان ربي بدرجة أولى للناس كل، لكن ولدهم كان يصرف عليهم، شكون باش يصرف عليهم توا؟ ونحبيت الشعب نوجهوا للسلطة هذه لتوا القائمة هذه، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم تعود عقباه وللندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. نحن نرجع حتى نرجع بالتالي أول ما جاء القيادة هذه وخاصة السيد الوزير استبشرنا خير، خاطر المظلوم عمره ما يسلط الظلم على منظوريه. نحن يا سيد الوزير راك ظلمتنا وخذيت لنا حقوق، وثم ربي ثم ربي. تجويع أعوان الأمن بسن إجراءات قانونية غير منصفة في حقهم رغم ما تحمله هذه المهنة من مخاطر وصعوبات، طريقة نددت بها نقابات الأمن. بالنسبة للحالة بتاع أنيس، كل شهيد أمني يأخذ 12,000 دينار من التعاونية حسب القانون الأساسي. التعاونية معناها فلوس الأمنيين، الاقتطاع بتاع الأمنيين،
معناها لهنا الدولة ما تحملش مسؤولية في وفاة زميل اللي هو نتاج عن حادث شغل، وكأنه احنا نخدموا مرتزقة بالكراء من عن طرف الإدارة. هذا من ناحية. من ناحية أخرى أنيس ذكرت الحاجة وأنه الشهرية ما يتمتعوش بها، صحيح، لأنه أنيس وقتها كان حي ويخدم ما فما حتى، وهو مش متزوج، والبو أمه الموجودين ربي يفضلهم ويطول في أنفاسهم ما كانش فما واحد في كفالته، دونك هو حي ما فماش واحد في كفالته، كيموت ما يتمتعش بنفس الشهرية. في حالات الوان يكون متزوج ولا واحد في الكفالة بتاعه ياخذوا ما قيمته 50% من الأجر بتاعه، ويتطور التنظاف بمعدل 15 و10 و20% في صورة عدد الأبناء. وبالنسبة للحالة ذي أنيس شهريته ما عادش يقع صرف الجراية بتاعه للوالدين بتاعه، هذه حالة أنيس. الحالة الثانية في اللي هو الفري بتاع المنحة الدفن والمنحة الوفاة، في حالة أنيس اللي هو خدم 3 سنين ما كملهمش، دونك منحة الوفاة ما تتجاوزش 200 دينار. بالنسبة للأنيس منحة الدفن اللي هي 500 دينار يقع صرفها نهار الأولاني وقت الدفن بتاعه، واللي هي ما تجيش حق الكفن. هذه الوضعية بتاع رجل أمن كيموت. بالنسبة للزميل اللي يتعرض لحادث الشغل ويبقى عايش، بالنسبة للإدارة تتحيل عليه وتحطه تحيله على التقاعد الوجوبي من أجل العجز البدني الغير الناتج على حوادث الشغل، بس الإدارة ما تحملش مسؤوليته. معناها نخدمه ونتعرض لحوادث الشغل مقابل بريم دو ريسك لا يتجاوز 20 دينار و 5000 فرنك، هذا من ناحية. والسيد 27 سنة يضيع شبابه وأحلى أي سنوات عمره في وسط الحدود بال 25 يوم ب 23 يوم ما يروحش لدارهم مقابل 10000 فرنك منحة سكن و 20 دينار منحة الاختر، هذي راهو عيب. ومناش نستجديو في الناس، هذي الواقع يلزمها الناس تعرفوا. الناس قاعدة منحة تباشير تتجاوز 80 دينار. الأمني اليوم اللي قاعد يدافع من أجل وطننا ذي وكأنه الوطنية حكر كان على الأمني. احنا راهو الكلنا توانسة والكلنا وطنيون، وكما هنا نحكيه على حقي المسلوب منه لمدة أكثر من 5 عقود، وهذه سياسة انتهجتها الإدارة عملا بالقاعدة اللي يخدموا بها القيادات الأمنية اللي رسخت فيها نظرية بن علي وعقلية بن علي اللي هي جوع الكلب يتبعك. العقيدة هذه ما تتنحى كان ما يكون عندنا أمن جمهوري وعقيدة الأمن الجمهوري، وعقيدة الأمن الجمهوري اللي فيها تبنى على مجموعة متوابطة توجي وقتنا ونعطيه الطرح بتاعنا. جنازة أخرى سبقت تشييع جثمان شهيد القيروان، فمقبرة جابس ناءت عن حمل عدد الحضور المرافق لجثمان أنيس العدواني. وقائع الحادثة تعود إلى مكالمة هاتفية وردت على شرطة النجدة يفيد فيها مواطن أن شابين اعترض طريقه وافتك منه دراجته. أنيس العدواني لبى نداء الواجب لكنه تلقى طعنة قاتلة أثناء مطاردته لأحد الفارين. فلينحني الرأس كراما لكل حر مات عن الأوطان فداء. الشهيد أنيس العدواني غادر المنزل الساعة 10 ليلا متوجها إلى مقر عمله، مع العلم أن الشهيد أنيس العدواني خدم من نهارتها نهارة الاستشهد، خدم من 6 صباحا، جانا روح الساعتين متاع النهار، رجع في 9 متاع الليل باش يخدم معناها يكمل البوسطة متاع الليل. لكن مع الأسف إذا جاءنا الخبر بأن أنيس قد طعن. في الحقيقة في البداية كنا نخالها بأنها طعنة مثلا في الأطراف السفلى، أو لم نكن نعتبر بأن هذه الطعنة ستكون النهاية بالنسبة لأنيس. ورغم الاحتجاجات التي قامت بها نقابات الأمن تنديدا بالاعتداءات المتكررة على الأمنيين ومطالبتها بضرورة توفير الظروف الملائمة لعمل رجل الأمن، فإن هذه الظروف لم تتوفر لأنيس العدواني أثناء مطاردته لأحد المطلوبين للعدالة.
ما عندوش سلاح، ما عندوش سلاح، ما عندوش حتى شيء، ما عندوش حاجة باش يدافع بها على روحه. إنسان معناها يجري في جرة مجرم، المجرم هذية من أكبر المجرمين، معناها إحنا كنا جينا نشوفه معناها عنده قضايا كبيرة. تصور أنت عارف هذية كل شيء، ورغم هذية معناها الآخر دقيقة هو يجري في جرته، معناها هذا شنو يدل؟ يدل على هو مش يخدم معناها تونس، الآخر قطرة دم في بدنه. معناها شوف تصور أنت كي يكون إنسان هذيك هكاكة، معناها هذية شيء ينطبق على الأمنيين الكل. أمني ما عندوش حتى سلاح باش يدافع على روحه، ما عندوش صدرية، ما عندوش بار اكزومبل تازير باش معناها باش يوقف المجرم، وانت تطالبه باش يخدم. ابن 30 سنة توفي بعد صراع مع سكرات الموت، مخلفا طفلة عمرها سنتين وابن لم يرى النور بعد. نداء الواجب أخذ ابن الحامة، فهل أتمت سلطة الإشراف واجبها تجاه هذه العائلة؟ بالنسبة للتعويضات أو فقط ما يخص الجانب المهني، في المرة الأولى إذا انحصرت المرتب الشهري متاعها فيما قيمته 178 دينار ولمدة سنة، وأطراف نقابية في الحقيقة مشكورة اللي بذلوا معنا قصارى الجهد، وأطراف أخرى في الوزارة إذا تمكنوا من استعادة هذا المرتب كامل. ما عدا هذا لم يصلنا أي شيء، فقط نداء لكل المسؤولين، لكل الجهات المسؤولة في هذه البلاد، أن تحيطوا بالعائلة، أحيطوا بها وحاولوا أن تخرجوها ولو بقدر ما من هذه المحنة وهذه النكبة التي تعانيها. ما ننسوش زاد نوجه الكلام هذه للأطراف الكلية، إن كان أطراف مدنية أو أطراف سياسية أو أطراف أخرى، بأن الشهيد أنيس العدواني وقت اللي خرج من هنا، وقت اللي استشهد بالطعنة متاع السكين هذه، راه ماهوش يسأل سنية السيد الوالد، هو قاعد يؤدي في الواجب متاعه. الواجب ليس تجاه الأشخاص وليس تجاه المسؤولين، وإنما هو واجب تجاه هذا الوطن. رغم إقرار وزير الداخلية وتأكيده على تفهم الوزارة ومن ورائها الحكومة لظروف العمل الصعبة لرجال الأمن، فإن المتمعن في الوضع القانوني الذي يحمي أعوان الأمن قد يلاحظ أنه جمد على أرض الواقع، وضع جعلت نقابات الأمن توجه بياناً شديد اللهجة لوزارة الداخلية. وقت اللي احنا حكينا على الصعوبات تعرض لها الامن اثناء اداء الواجب، وقت اللي قلنا احنا راهي المؤسسه الامنيه قدمت عديد الشهداء، وقت اللي قلنا راهو العائلات الزملاء ما خذوش حقهم، وقت اللي قلنا راهو زملائنا مازالوا يقبعوا تو في السجون على خلفيه احداث الثوره، وقت اللي حكينا على منحه الخطر وقلنا راهي لا تتجاوز ال20 دينار، راهو احنا تجي في بالنا ونتذكروا الصوره اللي امامكم اللي هو استشهاد زميل انيس العدواني الله يرحمه، وشني الحجم الكارثة اللي خلاها وعائلة وخلى صغيرات في كفالة أرملة وما تلفت لهم حتى حد التو. منحة الخطر تتراوح ما بين 5 دنانير و20 دينار، وقدمنا مقترحاتنا ووافقونا على الترفيع في المبلغ هذا إلى 100 دينار، لكن دون تفعيله. حكاية إرادة سياسية مش حكاية ميزانية، وحكاية اللي كونه هي تراهن على انضباط عوائل الأمن، تعرف اللي عوائل الأمن معناها يتحلوا بالوطنية وعندهم غيرة على بلادهم وعندهم غيرة على الدربو. ورقة نقدية ملطخة بالدماء، زي ورتبة وبعض الذكريات هي كل ما تركها أنيس جلاسي. وفي ظل تخلي سلطة الإشراف عن أبنائها، لم تجد عائلات الشهداء غير الأصدقاء من الأمنيين والنقابيين. رحم الله الشهداء، عاشت تونس حرة مع وجود أمثال هؤلاء. هلم